نروح بقى لكابتن محمد وهبة المدير الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين. في البداية منور قناة الأهلي يا كابتن وهبة، وألف مليون مبروك على البطولة. حبيبي يا كابتن، ربنا يعزك يا رب، ومبروك ليكم ومبروك لأولادكم ومبروك لمصر بيت الأولاد يا رب. بطولة صعبة، لكن لعيبة منتخب مصر كانت على قد المسؤولية، وما شاء الله استفادة كبيرة جدا، تحقيق اللقب واستفادة فنية كبيرة للاعبي منتخب مصر الناشئين. والله يا كابتن، هو بفضل الله بفضل الله الموضوع اكبر منه 11 ضد 11 وملعب ومباراه. حقيقه انا ابعادي في المنطقه دي دلوقتي واحنا بنحضر، ان احنا عايزين الولاد ولاعبتنا يبقى عندهم عقليه الفوز، وعندهم ثقه ان هم يقدروا، وعندهم قدرات. وفي نفس الوقت الجميل في الموضوع ان احنا واحنا بنلعب كان عندنا فكره بنطبقها وهم بيحققوها. فما كانش مجرد ان احنا عايزين نلعب مباراه ونخرج منها وبعدين نلعب المباراه الثانيه بشكل مختلف او باداء مختلف او باسلوب مختلف. لا، احنا متفقين مع بعض واتكلمنا، لان احنا في بيننا حوار بيننا واللعيبه وبعضها عشان تفهم الهدف ايه. ان احنا عندنا ثوابت في الدي ان ايه بتاع المنتخب. المنتخب عايزين يبقى ليه بصمه، يبقى ليه وضوح في الاهداف وفي الرؤيه وفي اللعب. وانا بفضل الله بفضل الله اكتر حاجه اساعدتني بره النتائج طبعا، ان هم بينفذوا حاجه، عندهم حاجه مصرين يعملوها، عندهم روح مصممين يعملوها ان هو يطلعوا مكسبانين. ادائهم جوه البطوله فيه كتير من الابداع، يعني مثلا الجول بتاع المغرب احنا عاملين 30 في 30 ثانيه 16 تمريره من اول عابدين لغايه لما جبنا الجول عند محسن. بفضل الله دي كلها حاجات تعتبر يعني ان شاء الله ايجابيه في الطريق السليم باذن الله. اكبر استفاده من البطوله دي يا كابتن، خاصه انت بتلاعب اقوى المنتخبات، لان النهارده بتقابل تونس، المغرب، الجزائر، البطوله خارج ملعبك، النهارده بتكسب الجزائر في ملعبه، الضغط كمان، عدد المباريات في الوقت الضيق ده برضو استفاده مهمه جدا للعيبه. قد ايه كابتن محمد وهبه وانا كنت بكلمك والولاد يعني اعداد بدني في المعسكرات السابقه رغم ضيق الوقت كمان يا كابتن وهبه؟ هو خلينا نستعرض المنطقه دي بوضوح اكتر. المنتخب المغرب جوه منتجع المنتخبات او كومبلكس اللي هي اداره المنتخبات اللي عندهم بصفه دائمه مقيم. وده اللي وصلني واحنا في الدوره هناك، ان هم عندهم اعداد بقى لهم فتره طويله، ومجمعين بقى لهم فتره طويله، ومشروع معمول لهم، وعندهم تقريبا فندق او مكان اقامه كامله على طول موجودين فيه. احنا تجمعنا كان عباره عن معسكر قبل دبي بخمس ايام، ومعسكر قبل الجزائر بخمس ايام. فضل الله يعتبر اللي حصل او الولاد عملوه انجاز طبعا في الفتره الضيقه ده بالظبط كده. ولكن عشان كده انا اتكلمت حتى مع الولاد، ان جاء الاستاذ جمال علام عمل اجتماع مع الولاد والدكتور ايهاب، وكانوا يعني بيشكروهم على الاداء. وانا بعد ما خلصنا اتكلمت مع الولاد احنا عايزين نحط رجلينا على الارض، احنا لسه مشوارنا طويل. لان انا كان فاكر عندي تجربه في النادي الاهلي، كان موجود فيها الكابتن صالح سليم رحمه الله، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه، وكابتن خطيب، وكابتن طارق سليم، وكابتن محمد رمضان. فاحنا قعدنا سنتين نشتغل بدون ما حد يعرف عننا حاجه. سنتين. وبعد كده اعلنوا عن المشروع. انا برضك نفس النقطه دي في دماغي، ان الولاد دولت في مرحله تكوين، مش حاجه تضايقهم ومش عايز حاجه توديهم في حاجه مش واقعيه، عايزهم على الارض الواقع، مشوارهم لسه طويل. حقيقة. فانا مهتم جدا لابني في الشخصيه ويبقى عندهم استابيليتي. عشان كده انا كنت فرحان ان بعد الماتش المكسب نروح نعمل ريكفري ونقعد نركز ونعمل محاضرتنا بالليل، تاني يوم بيتمرنوا وبيحطوا الهدف الجديد هم. حلو. ودي حاجه جميله جدا. انا كنت بسطان بره الكوره ان هم واحنا في المحاضره مركزين لبكره هيعملوا ايه، خلاص بتاع امبارح ده خلص. والسن ده حاجه جيده جدا. فيا رب يا رب المشروع يكمل، لان انا شايفه مشروع، يا رب انه يكمل، وان شاء الله بدعم الجميع باذن الله يوصلوا لمرحله كويسه. ان شاء الله المشروع يكمل. فرصه بقى والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد موجود معاك هناك، والاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس الاداره، ظبطوا الولاد مكافئات بعد الفوز والفرحه الحلوه دي ولا ايه؟ والله انا مش بتبنى بالمقاطعه خالص.
خلاص ولادنا الحمد لله اخلاقيا كويسين وممتازين، تمام. ومعظمهم كان هدفهم من الاول ان هم يسعدوا الناس، لان هم اتكلموا معايا قالوا لي احنا بنمثل 100 مليون مصري، احنا مجموعه واجهه، والولاد في السن ده لما يكون عندها شويه تركيز تقضي حاجه رف وحاجه كويسه جدا. وانا كنت مبسوط من حاجه قلت لك قبل كده، ان انتوا ذاتوا كم مباراه للولاد، فدي كانت تحضير بردك سيكولوجي جامد جدا، ان الولاد اتعودوا اتعودوا على الاجواء دي، تتعلموا لهم مباريات وتعمل معاهم لقاءات، وان يبقى في متابعه تلفزيونيه ويتفرجوا على نفسهم بالليل. يعني هي الموضوع مكتمل من وجهه نظري انا، مش موضوع كوره. واحنا دايما في ظهر منتخب مصر، اي حاجه تطلب مننا هنا في الاشبال وعلى قناه الاهلي دايما مساندين لمنتخبنا الوطني للناشئين. عايز اشكر الكابتن خالد بيبو، لان احنا قبل ما نروح الجزائر طلبنا ان احنا نتمرن على ملاعب النادي الاهلي ترتان، عشان هناك البطوله على ملاعب ترتان. على ملاعب ترتان استقطبونا، والكابتن خالد كان معانا يوميا في الملعب وساعدونا في كل ما هو مطلوب واكثر ما هو مطلوب للامانه. فانا بشكره جدا، بشكر جميع الناس اللي ساعدونا في النادي، ودي حاجه تحق لازم يقال يعني. وده مش غريب على النادي الاهلي مع دوره مع كل المنتخبات. كابتن وهبه، الفتره اللي جايه بتخطط لها ازاي؟ خاصة النهارده انت ماتشين الامارات ما شاء الله على ولادنا، بطولة شمال افريقيا ما شاء الله. الفترة الجاية ايه المباريات اللي انت بتخطط ليها للولاد اللي ممكن يكونوا يعني يشاركوا فيها ويكتسبوا خبرات اكتر؟ ده موضوع كويس جدا سؤال حضرتك، لان احنا برضك عايزين نبص على الموضوع بصورة اكمل واشمل. ايوه. احنا خلصنا محطة، وانا ما حصل اجتماع قبل ما نروح البطولة مع الكابتن حازم والكابتن بركات. فانا كان هدفي في البطوله قبل ما اروح، يعني الاول قبل ما اروح دبي كانت عرضت عليا شمال افريقيا، قلت لا انا عايز افكر مش هروح شمال افريقيا وانا مش مستعد كويس. مش عشان خاطر انا عاوز العب وخلاص، لا ما تبقاش اول مشاركه هناك على طول، لازم يعني الرهبه الدوليه دي حتى ياخدوها في مباراه الامارات. حتى انا في حاجه مهمه جدا، ان السن ده المفروض يلعب للمنافسه، سن 16 سنه بلي تو كومبيت، يعني المفروض ان تلعب عشان تنافس. ما ينفعش تلعب عشان تجرب وتختبر حد في السن ده، لان بعد كده هتبقى معاك بدايات مش جيده في الذاكره بتاعتك. فضروري جدا واحنا رايحين مكان نروح باهداف وبقوه مقبوله ومعقوله تقدر توصلنا لحاجات نبني عليها. الحمد لله ده تحقق. اللي جاي منطقه ثانيه خالص، المفروض ان احنا، حتى انا اتكلمت مع الولاد وقلت لهم احنا عملنا حاجه عشان ننزل نلاعب الفرق دي تاني، بقينا احنا الاثنين عارفين بعض كويس، عشان نبقى ليدر في الملعب ونبقى ابر هاند عليهم، لازم الكواليتي بتاعتنا تتطور، ولازم بدنيا نتطور، ولازم عقليتنا تتطور. فاحنا ان شاء الله عندنا رمضان باذن واحد احد، كل سنه وحضراتكم طيبين، يوم 2/4 باذن الله، العيد يوم 2/5، الامتحانات يوم 7/5، الامتحانات تخلص 27/5 28/5، يوم 1/6/29/5 مبدا تاريخ من الاثنين حسب البرنامج. هنبدا نعمل اعداد جديد شامل. حلو قوي. الاعداد ده هيبقى اعداد مكتمل، لكنه اعداد فريق بيبدا اعداد طبيعي جدا، لان احنا ما عملناش ده قبل كده. وفي نفس الوقت هنبدا نعمل معسكرات متدرجه في القوه، مع مباريات متدرجه في القوه بمختلف المدارس، سواء اوروبيه او افريقيه في الغرب، مع مستويات ثانيه بقدرات ثانيه، عشان نقدر نقيس نفسنا ونطور من امكانياتنا باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق ليك كابتن محمد وجهازك الفني واللعيبه خلال الفتره اللي جايه. بنشكر الكابتن محمد وهبه المدير الفني لمنتخبنا الوطني الناشئين، شكرا جزيلا.